ما شاء الله تبارك الله. كم عامل ده حاج؟ فلوسه 35 ونص فلوسه بالصلاة على النبي. ده اللي بيقولوا عليه مغربي ولا ايه لون؟ ما شاء الله 35 ونص. الله اكبر. الناس يا اخوانا اللي بتسال على حاجه اللي هي للافراح والحكاوي دي بالصلاه على النبي حاجه جعوده. الله اكبر 35 ونص بالصلاه على النبي. ما شاء الله تبارك الله 35 ونص. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. 35 ونص ده فلوس يا اخوانا عشان بس الناس تبقى واضحه. مش بيع وشراء، ده فلوس لسه في عرق فيه. صح يا معلم؟ الله يرزقك ان شاء الله. صلى على النبي. 35 ونص. وده الجمل اللي هو ب 44 الف ونص بتاع الراي دراو بتاع ما شاء الله. نشوف الجمل ده عامل كام. الله يرزق العباد. السلام عليكم. كم عمده بالصلاه على النبي؟ انت ماسك لحد الشاي؟ جمل جمل. الله اكبر بصراحه ما شاء الله. بس بقول صاحبي راح يشرب شاي عادي. ازيك يا غالي؟ عامل ايه معلم؟ ما شاء الله عليك. الله يبارك لك، الله يرزقك. صل على النبي. صور الجمل ده بس عشان الراي بتاع ايه. طب ممكن نصوره لحد صاحبه ما يجي؟ ما شاء الله ماشي. صل على النبي. الله اكبر. بتاع صاحبي اللي راح يشرب فيها ده يا اخوانا. الله يوسع علينا وعليكم يا رب. ما شاء الله جمل محمل. الله اكبر. كم يوم ده؟ قعود ده كم؟ 26 و600. 26 و600 ونص قريب من 26 يا حاج. ايه؟ تاج ان شاء الله من الله يا حاج. 26 ونص فلوسه بالصلاه على النبي. حاج مشرع بس ما شاء الله. صور صاحبه ما شاء الله. صور يا رجل. ايوه صلاه على النبي. اهم حاجه منورين بالصلاه على النبي. الله يرزقكم جميعا ان شاء الله. اسواق بلدنا يا عمده. اسواق بلدنا؟ اه العرب. حياك يا زعيم. الله يرزقكم جميعا. 26 ونص ده فلوس القعود ده. اه على اليوتيوب يا حاج. اه النهارده ان شاء الله كده على الاصل يكون نزلت. 26 ونص. 26 و600 عشان الراجل برضه 600 ما شاء الله. حلال ربنا لسه في عرق. الله يرزقكم ان شاء الله فيه. ان شاء الله بالصلاه على النبي. بتاع الشيبة ده يعمل كل بتاع الشيبة ده. الله أعلم. لا شيبة ما بيرضاش زعلان. لا أنا بتضايق. لا لا ناس عادي ما تعودتش على القصة دي. كام يا عمدة ده؟ لا لا بالله كام؟ لا أنا بقول لك بالله يعني بالصلاة على النبي قعود؟ ما شاء الله. إيه؟ ما شاء الله تبارك الله عليك. الله يرزقك يا غالي. 27 حياك يا غالي ما شاء الله عليك. 27 كام ده مالك؟ 32 بالله. احكي لك رب ال انا بقول لك 27 ما تتذكرش ولا ب 32 اظن معاك بالزوج. 32 الف جنيه يا اخوان. الراجل ده الله يبارك له ما كسرش وسنه. الله يرزقكم يا رب. والمكنه دي بكام؟ يا غالي الصلاه على النبي. 32 قعود. 32 بالصلاه على النبي عليك. عليك ما شاء الله. مالون ابوك؟ ما شاء الله عليكم. حياك يا معلم والله. الله يرزقكم ان شاء الله جميعا. ما شاء الله تبارك الله. اربع قعدان دول ولا جمال؟ اربع قعدان لباني لحم. الله اكبر زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله تبارك الله على المال. مال واكل بس بس ما اكل بالصلاه على النبي. كم يا معلم الاسعار هنا؟ 33. 33 داير؟ والله ببلاش لحم. قعدان بسم الله ما شاء الله تبارك الله زي ما انتم شايفين ما كسرتش ولا سنه. تجيب كد ثاني كديها ثاني جسم لباني زي ما انتم شايفين. اللحم الله اكبر واكله مصنعه زي ما بهايم تنفع لحم. هي احسن اساسا لحم بس العجر يخليها سعيه تنفع بس بهايم مشرعه. اربع قعدان داير 33 الف جنيه بالصلاه على النبي ما كسرتش ولا سنه. الله اكبر زي ما انتم شايفين الصنعه والجمال. اللهم صل على محمد. فلوسهم بالصلاه على النبي. صاحبهم بالصلاه على الحبيب. 128 حياك الله يا معلم. فسكوز بالصلاه على النبي. الله اكبر بصراحه. كصنعه وكلحم ودنيا. ايوه ربنا يبارك لك. ان في مالك يبارك فيك يا حاج بالصلاه على النبي. فلوسهم 128 اربعه
على 104 قدام لحم اللهم بارك زي ما انتم شايفين 128 اجمل من بعض بالصلاه على النبي. طبعا برضه بيفرق السعر لو في فيهم يزيد عن الثاني، لا فيهم اثنين اغلى واثنين اغلى اكيد، ما هو كل هي بس هم حبل واحد بيبقى الحبل شايل الكل. بعنا هن الخمسه بعنا منهم واحد بالصلاه على النبي الله يرزقك يا معلم فيهم بالصلاه على الحبيب 128 4 قعدان لحم بالصلاة على النبي الله اكبر. القعود يجيب له حوالي قدام علم لحم زي ده مثلا اللي قدامنا اللي في النص ده يجي 140 140 لحم وده يجي 140 برضه بس يعني دول يوازنوا بعض 280 280 بالصلاة على النبي. دول يقول له عنهم صغير عشان اصغر منهم سنة 270 دول 270 بالصلاة على النبي ما شاء الله. والله بسم الله ما شاء الله على المال يا اخواننا، والله ما بنقول غير المال الطيب بنقول عليه مال طيب، والحاجه اللي على كده بنقول على كده يعني الواحد برضه كاسر 6 41 القعود ده ايوه كاسر 6 قعود كاسر 6 بالصلاه على النبي 41 الف جنيه فلوسه ايوه فلوسه حلال ربنا 41 لسه في عرض بالصلاه على الحبيب ما شاء الله حاجه مشرعه بس 41 ده كان يدخل في 51 ألف جنيه ده يا معلم كاسر ست سنات كاسر ست سنات كان يدخل في 51 ده ايوه لا زي ما بنقول يا اخواننا الجمال والله ينزل سعرها الدنيا انزل اشتري انزلك اشتري لك مال. احنا مش بنقول عشان التجار تزعل مننا لما بنقول احنا بنقول اللحم رخصوه بس الجزارين الجزارين الناس بنقول يعني 300 جنيه القعود بيبيعونا 300 جنيه يعني المفروض اللحمه نزلت السعر نزل بتاع الجمال يبقى اللحم على الاقل يبقى 250 270 260 270 زي ما يقول المعلم بيقول بس صلاه على النبي عليك الله يرزقك ما شاء الله تبارك الله قعود مشرع كاسر 6 فلوسه 41000 41000 يا معلم 41000 جنيه زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله على الصنعه حاجه مشرعه كده ما شاء الله تبارك الله على المال والله ببلاش يا اخواننا اقسم بالله ده كان يدخل في ال 50000 جنيه 51000 جنيه من 20 يوم بالظبط. السوق مهزوز هزه وحشه، احنا بنحاول قد ما نقدر يا اخواننا نجيب لكم المصداقيه ونصور مع الناس اللي هي ذمتها وناس ذمتها نظيفه وما بتزقش حاجه. يا عم ما نزقش لا لا الناس على جنيه بتقول بجنيه شطر في العرق عرق وهو يشطر فيه بس بالصلاه على النبي الله يرزقكم ان شاء الله معلم بالصلاة على الحبيب مال الله أكبر بسم الله ما شاء الله تبارك الله جمل قعود كاسر 6 فلوسه 41 ألف جنيه ببلاش والله يا أخواننا والله كان يوصل 50 ألف جنيه 51 و55 52 من 20 يوم بالضبط يا بطل بالصلاة على النبي معك كل يوم هنا بالصلاة على النبي مال طيب ومال سمح ما شاء الله تبارك الله وهم الأربع قعدان فلوسهم 128 ألف جنيه بنأكد ثاني يا أخواننا اهي مال بسم الله ما شاء الله صنعة ولحم الله اكبر زي ما انتم شايفين نصبة القعدان ازاي حاجة تتملى فيها سبحان من خلق زي ما قال افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت صلى على النبي عليكم ما شاء الله عليكم الله يرزقكم معلم ان شاء الله الله يرزقكم ان شاء الله